يخص استاذ ابراهيم عيسى، احنا في كلام عن المعايير تمام، وان المعايير تم وضعها من الاداره وان التزم بيها رؤساء الاقسام وتم اعلام الزملاء بيها، وان هذا هو يعني معايير مهنيه تم الاختيار على اساسها. الحقيقه ان ده هناك يعني اكتر من تعليق على فكره المعايير واكتر من ملحوظ دليل على المعايير، وجميعها رفعناها الاستاذ ابراهيم عيسى. انا بشكل شخصي رفعت له كل ملاحظاتي على المعايير، قلت له انا بدعوك بشكل شخصي بس بنصحك يا استاذ ابراهيم، يعني كلنا ممكن يعني ناخد قرار ونتصور ان هو صحيح، وهو قال قدامي ان انا شايف ان ده اللي يرضي ضميري. انا قلت له استاذ ابراهيم لا استاذ ابراهيم، المعايير فيها مشكله، في التزام ادبي لم يتم يعني البقاء عليه، فيا ريت تراجع نفسك. وانا بدعو لغايه اللحظه دي، يعني الاستقاله دي عايزين نعرف ايه معناها. الاستقاله دي تضمنا معانا ضد الاداره ولا الاستقاله دي ايه معناها؟ كانت استقاله استاذ ابراهيم عيسى حقيقيه وليس مناوره كما يتردد، فعليها ان يعلن اسبابها، وهل جزء من اسبابها تضامن مع الزملاء المضربين والمعتصمين ولا لا؟ انا اسمي احمد جمال الدين، بشتغل محاضر صحفي في قناه سكوب منذ ما يقرب من 3 سنوات. احنا عاملين اعتصام ده اعتراضا على انتهاكات رضا ادوارد لحقوق الصحفيين. اقول لرضا ادوارد ان هو دايما بيصف الاخوان والرئيس مرسي ان هم جماعه فاشيه وديكتاتوريين وكاذبين والى اخره. اقول لهم انت ايه؟ انت اكثر فشاء منهم، اكثر عنفا منهم، اكثر ظلما منهم، اكثر كذبا منهم. في وعود كتيره قوي خدناها بالتعيينات ومفيش حاجه منها تمت. بنستغل البعض، كثير مننا يستغل ان هو يعمل والى اخره بدون اجر، بيطالب دايما ان في اجور للفقراء والى اخره. احنا بيطالبوا ان كل الاجور الحد الادنى 1200 جنيه، احنا في ناس بتاخد هنا 150 جنيه لو خدتهم. ما تعبناش ما تعبناش ما تعبناش ما تعبناش، كرامتنا مش ببلاش، كرامتنا مش ببلاش. ان ما ينفعش ان صحفي يشتغل وفي الاخر تقول له بره، او في الاخر ما حدش يدافع عنه. هم مطالبهم مشروعه بنطالب بيها دايما في الصحافه عامه، ان هم يتعينوا زي زملائهم، ودي افضل حقوقهم. زي المعارضه بتعمل نفس اللي بتنتقده في النظام الحاكم. وللاسف المعارضه اللي نشات في ظل وجود مبارك كانت معارضه ناعمه، فبالتالي طبيعي في ظل حكم فاشي ديكتاتوري زي حكم الاخوان هتكون برضه معارضه ناعمه. اقول لجار الشؤون وكل الصحفيين، احنا نتمنى انك تكون عند حسن ظننا وانك تتدخل وتنهي المشكله دي من جذورها وترجع للصحفيين حقوقهم، ايمانا بان انت ظهر لكل الصحفيين. شكرا لحضرتك، شكرا.